مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. ان شاء الله كلنا يعني بنستنى مواجهه الاهلي في اولى مواجهاته الافريقيه مع فريق اطلع بره. احنا قلنا اتكلمنا على فريق اطلع بره قبل كده، قلنا على اسمه بس ان شاء الله نتكلم في التفصيل او بالتفصيل مع نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم اللي هيشرفني بعد قليل. لكن اقول لكم بسرعه كده، وهيكون معايا كمان زميل عزيز شريف شعبان عشان يطمنا على المران اللي لغايه دلوقتي شغال ان شاء الله على خير باذن الله. انتوا عارفين ان شاء الله ان الاهلي باذن الله يدخل معسكر مغلق في الاسكندريه يوم السبت اللي هو من الوقفه. كل سنه وحضراتكم طيبين ودايما طيبين. العيد خلاص يوم الاحد ان شاء الله، عندنا مباراه مهمه جدا زي ما قلنا لحضراتكم، لكن عندنا مفيش عندنا اعياد بقى وعندنا وقفات، عندنا شغل وعندنا التزام، ودايما لعيبه النادي الاهلي معرضه او لعيبه الكره بصفه عامه معرضه لمثل هذه المواقف. بيكون بعيد عن بيته في الاعياد لكن دي شغلانته. في ناس مستسهله موضوع الكره لكن موضوع الكره فعلا صعب جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ناس فاهمه ان اللعيبه بتاخد فلوس وكده لكن في مقابل كبير قوي كمان بيدفعوه. ده كان الخبر. اكيد برضه هنتكلم مع كابتن شريف في كل تفاصيل هذه المباراه وشكلها الفني وتوقعاته وتصوراته ان شاء الله نعيشكم في اللقاء. لكن خلاص ان شاء الله يوم السبت هيكونوا في معسكر مغلق بالاسكندريه لمواجهه فريق اطلع بره في طول ال 64 الافريقي. الترجي كمان بطل رسمي لافريقيا. عارفين حضراتكم الحوار اللي حصل لأفريقيا والترجي والوداد والفار ويعني كلام كتير. يعني قبل ما نتكلم عن هذا الخبر تعالوا نشوف زميل عزيز شريف شعبان عشان يطمنا على كل ما جرى في أمران الأهلي. شريف شعبان أهلا بيك. كابتن تحياتي. كل سنة وأنت طيب. الأول طيب أو الصوت مشكلة، في مشكلة في الصوت، نقطع ونكلمه تاني. ماشي لغايه لما نجيب شريف شعبان تاني يطمنا على كل ما جرى في المران ولسه شغال لغايه دلوقتي ونطمنكم على كل كبيره وصغيره زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. بكلم حضراتكم مباراه الترجي والوداد اللي توج بها الوداد او الترجي بطلا رسميا لافريقيا خلاص، وكان حصل شكاوى من فريق الوداد ان الفار متعطل وما ينفعش، وطبعا كان عندهم حق بصراحه. وبعد ما قالوا المباراه هتتعاد اكيد حضراتكم فاكرين كل الاحداث اللي حصلت. محكمه التحكيم الرياضيه رفضت القرار رفضا قاطعا واعادت الملف تاني للاتحاد الافريقي ولجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي اللي اقرت باحقيه فريق الترجي بطلا لافريقيا. خلاص الترجي بطل افريقيا بالرغم من كل الملابسات اللي حصلت في المباراه النهائيه، مباراه الاياب وليست الذهاب. ماشي. وقعوا كمان على الوداد المغربي، وقعوا عليه غرامات 20,000 دولار و 15,000 دولار بسبب شغب الجماهير. يعني خسارة ومفيش فار وفي كمان غرامات.